الذكرى 60 لثورة 26 من سبتمبر، ذكرى قيام الجمهورية العربية اليمنية، الثورة الأم في تاريخ اليمن الحديث، ثورة على الاستبداد والاستعباد والظلم والطغيان الذي دام لقرون. انتصر فيها اليمنيون بعد محاولات عدة بدأت مع ثورة الدستور في 1948 لتتوج الجهود في 26 من سبتمبر عام 1962 بإعلان الجمهورية. نتابع الإعلان. بسم الله وباسم الشعب، تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع 27 من ربيع الثاني لعام 1382، 26 من سبتمبر 1962. هذا الإعلان الذي صرح بخلاص اليمنيين وبداية عهد جديد يفتح الطريق لعهود أخرى لانفتاح اليمنيين على العالم والعلم والنور والصحة والخدمات بعد أن كان الإمام قد سلبهم كل الحياة ليضمن سطوته عليهم. انقشع الستار عن مستقبل اليمنيين ودخل النور، التحرر من الاستبداد والاستعمار وحكم جمهوري، جيش وطني ومجتمع ديمقراطي، وحدة وطنية. كانت هذه من أهداف ثورتنا الأم. مرت الثورة بمحطات كثيرة حتى أنها تعثرت أحياناً، لكن اليمنيين لم يتخلوا عن ثورتهم البتة، وها هم اليوم بعد 60 عاماً يشعلون شعلتها في كل المدن. حولوا أسطح المنازل إلى ميادين تحرير، تحول الاحتفال إلى فعل شعبي عفوي. أشاهد جمهور يمن كرح يجرح والشعب حاجب في أبطاله. جمهور يمن كرح يجرح لم تبدأ الاحتفالات في الأمس ولا قبله، بدأ اليمنيون بالاحتفال منذ بداية سبتمبر. كرنفالات شعبية، فرق الكشافة وطالبات المدارس أحياء لهذه الثورة العظيمة، مهرجانات متعددة في تعز وعروض عسكرية أو عرض عسكري في مأرب للفرق الشعبية الكشفية وللمقاومة الشعبية. نشاهد معكم مقتطفات منها. على مواقع التواصل الاجتماعي وتحت هاشتاج 26 سبتمبر ميلاد وطن كان هذا الزخم حاضرا أيضا. إطارات سبتمبرية للصور، منشورات تذكر بقيمة هذه الثورة العظيمة، وأغاني وطنية وأحياء ذكرى الشخصيات الثورية. وكان مما كتبتم بدر حزام الرحمن يقول: الاحتفاء بثورة 26 من سبتمبر معناه الخلود للجمهورية ورفض الاستبداد والاستعباد، معناه الإيمان بالعقيدة السليمة والانتصار للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة، هو العطاء الحقيقي والنضال المشرف الذي تراه مخلفات الإمامة كأنه كابوس عليها، لأن الثورة السبتمبرية هدمت مجدا شيدوه منذ أكثر من 1000 عام. ثورة 26 من سبتمبر هي إرث الأحرار وكرامة الشعب وناموس كل جمهوري. عبد الرزاق الحطامي يقول: مدينون ل 26 سبتمبر بكل اسم أطلقناه بحرية،
وبقرار ذاتي على أبنائنا، شوارعنا، المحال والأسواق والمدارس، المكاتب والإصدارات والمساجد، دون ما استصدار إذن شخصي مسبق من الإمام. يقول مدينون بأسمائنا الجديدة المتعددة لسبتمبر، أسماؤنا التي كبرت عن صيغ التصغير والفرز الوصفي ولمز اللقب وصارت من بداهة الأشياء. مدينون ل26 بوجودنا بشرا من جيز الناس، أوادم مثل خلق الله. يقول وائل عوض، يقول في ذكرى ثورة أيلول سبتمبر، ينبغي أن تتحول شعلة الثورة إلى حراك شعبي فكري. من ثورة سبتمبر يستلهم الأحرار أبجدية الثورة والحرية والكرامة. ثورة سبتمبر لم تكن حدثا طارئا بقدر ما هي صحوة شعب وكسر لقيود الضلال والجهل والرجعية والكهنوتية، وليست حدثا عابرا على الإطلاق، بل هي المرجعية الوطنية التي يجب أن تسود في كل التراب الجمهوري. مطهر الصفاري يقول ثورة 26 من سبتمبر لم تكن خيارا وإنما قدراً مستحقاً لسنوات من التجويع وإذلال مملكة بيت حميد الدين للشعب اليمني. قابلتها سنوات طويلة طوتها من التضحيات والفداء للأحرار في سبيل إنصاف الدين وإعادة الحق للشعب. عبد الباسط مقبل يقول ما حصلنا نظام جمهوري ولا نظام ملكي، ولا عندنا أي نظام تحت أي مسمى. كل ما لدينا عصابات تتفق على الحصص والتقاسم للسلطة والثروة، فتسود فترة تحت شعارات الجمهورية ثم تختلف على الحصص والقسمة فتتحارب، وهكذا نخرج من حرب وندخل في حرب. هكذا يفكر عبد الباسط، أو لعلها خيبة الأمل التي أصابته بعد انقلاب الحوثيين على الجمهورية في 21 سبتمبر من العام 2014. اجتاح الحوثي العاصمة صنعاء، فجر منازل الخصوم وقتل الجنود وبث الرعب في قلب المدينة، ثم جاء ليجعل من هذا اليوم عيدا وطنيا وأسماه ثورة، واحتفل هذا العام بالذكرى الثامنة لثورة الحرية والاستقلال. انقلب على اتفاق السلم والشراكة وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وضع الحكومة والرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية، حل البرلمان وشكل ما أسماه لجنة ثورية، بسط قوته على العاصمة صنعاء وخرج إلى اليمنيين بإعلان أسماه دستوريا، وبدأ بهذا حربا لم يتمكن حتى هو من إيقافها حتى اليوم. يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي، عدد أعضائه 551 عضوا، يحل محل مجلس النواب المنحل. هذا الإعلان لا يشبه إعلان قيام الجمهورية، كان هذا إعلان للكارثة. لجنة ثورية وبعدها مجلس سياسي ومشرفون ولجان خاصة وهيئات للسلب والنهب، جوع وفقر، قطاع صحي مهترئ، مختطفون ومخفيون قسرا، وكأننا عدنا 60 سنة للوراء. ولهذا 21 سبتمبر لن يكون إلا نكبة في تاريخ اليمنيين، وأجمع اليمنيون على سوداوية هذا اليوم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحت هاشتاج نكبة اليمن 21 سبتمبر. قال عبد الكريم الأصبحي لا يمكن أن يجتمع الانتماء لثورة 26 من سبتمبر والانتماء لنكبة اليمن 21 سبتمبر في قلب يمني حر، فسبتمبرنا ثورة حرية، جمهورية، عدالة، تعايش، مساواة، وسبتمبرهم نكبة عبودية كهنوتية إمامية عنصرية سلالية، ظلم وجهل وتخلف واستخفاف. وليد دعلوان يقول هذه ذكرى أسوأ أيام اليمنيين على الإطلاق، وشخوصها هم أسوأ من فينا، كل من كان له يد أو كل من كان له فيها يد عرفناه أو لم نعرف،
المحاربون والمتواطئون والمبتهجون والصامتون. هذه الذكرى سواد كالح وسم ناقع وشر لم نحط بأطرافه بعد. عزام حنشل يقول: 8 أعوام مضت حوثية المبدأ والمنتهى ارتكبت خلالها الميليشيات أبشع الجرائم بحق الشعب، يتم فيها الأطفال ورملت النساء وفجرت المدارس ودور العبادة، وعاش اليمن بؤسا وفاقة لم يشهد مثله من قبل 60 عاما. 8 أعوام حصلت فيها الميليشيا على براءة الاختراع في القتل. عبدالله القهالي يقول: بعد نكبة 21 سبتمبر اختفت المشتقات النفطية وظهرت الأسواق السوداء الحوثية، وبدأت رحلة 8 سنوات من المعاناة بعد أن كان مبرر اجتياح صنعاء هو إسقاط جرعة 500، ولكن جاءت النكبة فدفع المواطن أضعافها واستخدمت في حرب أو استخدمت في حرب ضروس ضد اليمنيين، وتم حرمان موظفي الدولة من مرتباتهم، واغتنى منفذو النكبة، وازداد أبناء الشعب فقرا وجوعا وخوفا وذلا. أفلا تعد نكبة بكل معنى النكبة؟ أكرم المطحن يقول: أتساءل أحيانا عن إحساس الحوثة وهم يرون كل الشعب يحتفي بسبتمبر وكأنه كان البارحة وليس منذ 60 عاما. هذا الاحتفاء حتى ممن لا يخوضون في السياسة بمثابة استفتاء شعبي يظهر ثورة سبتمبر وكأنها لا تزال تمتلك العنفوان والقوة والقدرة على إحياء نفسها من جديد لتكسب الشعب أو لتكسب الشعب المناعة وتكون سلاح اليمنيين ضد الإمامة السلالية بوجهها الجديد والقديم. ميليشيا الحوثي بعد أن يئست من القبول الاجتماعي والشعبي لها في كل مرة اختارت هذه المرة في آخر محاولاتها توزيع الحلويات وعرضا بالهليكوبتر في مشهد كوميدي: انقلبي ودمري وفجري واختطفي ثم وزعي الحلويات، ومعها شعارك الطائفي. أيقبلون؟ لا، فلليمنيين 1 سبتمبر هو 26 ولا حياد عنه. 21 سبتمبر حدث 26 سبتمبر ثورة 21 الجمهورية الذكرى السابعة. الذكرى السابعة والعشرين عيد السابعة. الذكرى السابعة. الذكرى السابعة والعشرين السابعة هو هذا العيد، عيد 26 سبتمبر. هكذا هي في قلب هذا اليمني وكل اليمنيين، لكنها لليمنيين ثورة واحدة وعيد واحد، عيد القضاء على الأئمة القدامى إلى حين عيد القضاء على الأئمة الجدد. سبتمبر مجيد مشاهدينا، ننتظر مشاركتكم في التعليقات عن احتفالاتكم بذكرى الثورة. فاصل قصير ونعود.